حاليا موجود في الصين. اتمنى ان اللقاء والحوار يعجبكم. احب اوجه رساله لكل الناس والشباب في مصر، ان الشباب المصري في عنده مواهب وعنده تالنتس كتير جدا، بس محتاج التدعيم والسبورت من المسؤولين زي ما شفنا اخيرا الكابتن محمد صلاح وغيرهم في مجالات اخرى. تمام، والتوفيق ان شاء الله لكل الناس.